كل أنواع التجمعات لازم تمنع، مش فقط المساجد، لكن هي كخطوة الإغلاق والمنع التجمع صحيح، إنما حصرها في المساجد دون غيرها لا خطأ. والله كله قاعدين يسكرون، هي ما وقفت على المساجد أصل، المساجد أصلا ما تجيب البلا للناس، وقفت على المدارس هذول السواليف للأسف. يعني إجا في غير وقته، لأنه المساجد ولا مرة صار فيها حالة من حالات وباء كورونا، فما في داعي لإغلاقها. يعني مدام ما في حالات ما في داعي لإغلاقها. يعني أنا بتوقع هو قرار خاطئ، لأنه المساجد ما أجا منها إلا كل خير، والمصلين المتوضيين هم أهل النظافة وهم عارفين النظافة والتباعد والكمامات، فما شفنا أي إصابة من أي مسجد. بالعكس، بيوت الله عز وجل لازم تظلها فاتحة، إحنا بحاجة لدعاء المصلين في المساجد عشان رب العالمين سبحانه وتعالى يرفع عنا هالوباء، مش نروح نسكر المساجد. أنا بعتقد أنه إغلاق المساجد فكرة غير جيدة، لأنه ما في تباعد في أكثر المساجد، ما عملهم بتقيدوا بالإجراءات اللي أقرتها وزارة الصحة، ما في تباعد، مصلين بدون كمامات، مصلين ما عملهم بيجيبوا مصليات معاهم. أعتقد أنه غير مجدي الإغلاق اللي بيعملوا في المساجد. إذا بتفيد مش غلط، بس يعني أنت لما تيجي، لو أنت لو حكينا إحنا سكرنا بس المساجد لحالها، ممكن وقت تحكي إنه في استقصاد للمساجد، إنما أنت قاعد بتسكر في كل القطاعات. طب هل هذا التسكير هذا رح يجيب نتيجة؟ لو جاب نتيجة مثلا خلاص ماشي تمام، إنما لو ما جاب، بس إحنا مش إحنا مش الناس اللي تحكي هذا صح ولا مش صح. في دكاترة، في لجنة أوبة، هي هاي اللي تقرر، إنما من ناحية صح ولا مش صح، ولو كل واحد يفتي فخلص الدنيا بتخرب. قرار يعني مع احترامي مش بمكانه، يعني ممكن تطلع مثلا تشوف البساط الصغار بيكون فيها تجمع 22 راكب 24 راكب كلهم جنب بعض، من باب أولى إنه هاي البساط هي اللي تخف تصير فيها تباعد. أما المساجد أصلاً بيكون فيه تباعد، وما أتوقع سجلت حالات بكورونا قبل هيك بالمساجد.